كتب كتابه، طلع عمرة في 2006، رجع من العمرة كان كتب كتابه، بعد كتب كتابه بأسبوع فوجئنا بمباحث أمن الدولة بتداهم الشقة، كسر محتوياتها بتفتشها. طبعا بنشتغل نصرف على البيت، حالتنا طبعا متوسطة، ما عندناش جهاز كمبيوتر، الكتب اللي موجودة كلها مصاحف وكتب تفسير عن تفسير القرآن، عن رياض الصالحين، حاجات كلها متداولة يعني موجودة في جميع المكاتب وموجودة في كل حتة، ما هيش محظورة مثلا. المهم ان خدوا اخويا، طبعا انا ما كنتش موجود في البيت، كان حوالي الساعة 2، ما كنتش موجود في البيت لما كسروا الشقة، امي اغمى عليها. طبعا جايين بقوة كبيرة من مديرية الامن، ولا كأنهم جايين مثلا لواحد هيقابلهم بمدفع. السيد طبعا بيصلي العشاء وبيطلع البيت، بيفضل ينام شوية يقوم يصلي صلاة الليل، وراجل يعني ما كانش، الله يرحمه، ما كانش ليه غير دينه بس، كان أهم شيء في حياته دينه، وأقسم بعزة وجلال الله، يمين يحاسبني عليه المولى عز وجل، إن السيد كان دينه أهم عنده من روحه ومن عينيه ومن ابنه ومن أمه ومن توأمه. السيد كان عنده دينه أهم من أي شيء في الدنيا. بس فوجئنا بأمن الدولة بقى، خده، قعدنا 3 شهور مش عارفين هو راح فين، لفينا الإقسام ولفينا مديرية الأمن ورحنا، وكل مكان نروحه طبعا محدش يفيدنا. فهمنا اللي خده أمن الدولة، كل ما نروح لحد نتكلم معاه يقول لك لا أمن الدولة بعيدني عنها، لا أمن الدولة ما نتعاملش معاها. طب هو عمل ايه يا جماعة؟ والله ما عمل حاجة يا جماعة، ده هو جاي من الشغل. المهم قعدنا على الحال ده حوالي 1 سنة و8 شهور، من 2006 ل 2008. في الفترة دي كنت بروح أزوره في سجن أبو زعبل، فوجئت إن أخويا متهم، معلوش اتهامات، مسجون ومعلوش اتهامات. كنت بنزل مصر أعمل له تظلم، وبعد 70 يوم يفرج عنه، ينزلوه اسكندرية قعدوه أسبوع في اسم، نروح نزوره بالعافية، طبعا معاملة سيئة من الضباط من أمناء الشرطة. بعد الأسبوع يجددوا له جواب الاعتقال تاني، 70 يوم ويرجع ينزل. كان الموضوع ماشي على كده لدرجة إن إحنا ما كناش فاقدين الأمل، بس لدرجة إن الأمر يعني بقى مش عارفين، طب لو في قضية وعليه حكم بسنة باتنين بتلاتة ماشي، إنما الموضوع ما فيش قضية أصلا، وراجل بيفرج عنه النائب العام، وبدل ما بيروح بياخدوه الاسم، نفوجئ ان هم مجددين له جواب الاعتقال تاني على اساس ان هو طلع وعمل مشاكل او كده. معايا حاجه احب اوريها للناس. السيد قعد 1 سنة و8 أشهر لابس دي، 1 سنة و8 أشهر السيد بلال لابس دي، المفروض انه تحقيق 1 سنة و8 شهور. دي البدله اللي كان لابسها السيد بلال، ودي بطاقته الصحيه، في سجن ابو زعبل. خرج من السجن، تزوج بعد شهر، ربنا من عليه بطفل بلال، رجع شغله زي ما كان، حياتنا مستقرة ما فيهاش أي مشاكل، بيروح متابعة أمن الدولة كل شهر مثلا أو كل ما يتصلوا بيه يبعتوا له. طبعا توأمي كان بيخاف عليا جدا جدا، كان بعدني كل البعد عن امن الدولة وعن مشاكلها، كنت لما اساله يقول لي والله ما فيش حاجه، لا ما فيش حاجه، لا انا، طب انا رايح وجاي ما تقلقش، طب فهمني في ايه، طب ايه، يقول لي لا خليك انت بعيد. كان بيخاف عليا يعني، لو هقول مش كنت اخوه او توأمه، ممكن نقول ان هو انا كان بيعامل ابنه. احب اكد ان السيد بلال كان احسن مني في كل شيء، في دينه،
اخلاقه، التزامه، معاملته للناس، في شغله، في همته. السيد كان اكتر ميزه فيه همته، من ناحيه الدين بالاخص او ناحيه اي حد محتاج له او محتاج لاي شيء. اقسم بالله العلي العظيم ان السيد كان عنده استعداد يتبرع بالدم في الشهر بمره واثنين وثلاثه. السيد كان نص الاسبوع صايم. السيد كان يقيم صلاه الليل. السيد كان حافظ للقران. طب قول لي ازاي عرفت ان هو استشهد؟ حصلت احداث طبعا الكنيسه. يوم احداث الكنيسه دي كان هو موجود معايا في البيت، اتغدينا مع بعض ونزلنا زرنا واحده من اخواتي وقعدنا مع بعض لغايه ما يلا بينا نروح. مشينا، هو طلع على بيته وانا طلعت على بيتي. تاني يوم سمعنا باحداث الكنيسه. طبعا هو كان رافض طبعا العمل كله واتضايق قوي، وقال طبعا مش هيجي في الرجلين غير ناس زينا ما عملناش حاجه، وهنفوجئ ان هم جايين يلمونا ويبهدلونا ويحبسونا. احنا ما صدقنا، ما كانش علينا حاجه من الاساس وحبسونا، ودلوقتي هيبقى في سبب ان هم يحبسونا باتهامات الكنيسه. فقلت له ان شاء الله ربنا معاكم، وانتوا طالما ما بتعملوش غلط وطالما انتوا في الاول وفي الاخر ناس مسالمه، ان شاء الله ان شاء الله بمشيئه الرحمن ما فيش اي مشاكل وكده. بس مر يوم واتنين، بدات الناس تتاخد، ينزلوا في نص الليل ياخدوا الناس من بيوتها، يكسروا، يضربوا، ياخدوا محتويات البيت. هو طبعا علم ان هم بيعملوا كده، اتصل بيا قال انا مستنيك في البيت عند والدتك. روحت اتغدينا مع بعض، قال ابراهيم حاول ان انت لما تيجي ترجع من الشغل ما تسيبش البيت وتنزل، لان امن الدوله ما عاش غير رقم التليفون بتاع المنزل بتاع والدتي اللي انا عايش فيها انا وهي، لان السيد متزوج وقاعد في شقته. فقال لي حاول ما تسيبش البيت، حاول تكون موجود بصفه دايمه، لو جت مباحث امن الدوله قول لهم ما اعرفش عنه حاجه، مش موجود هنا، هو مش ساكن هنا. لو قالوا لك، والله والله ان هذا الكلام حصل باللفظ، لو قالوا لك تعالى معانا قول لهم لا اقعدوا وانا هجيبه لكم لغايه هنا. قال لي اتصل بيا ولو انا تحت الارض هاجي لك، ما تروحش معاهم. والله العلي العظيم انا قلت له اخويا اروح معاهم، انا راجل مش ملتزم، هيعملوا بيا ايه؟ يعني هم هياخدوني يوم واتنين هيعملوا بيا ايه؟ قال لي لا مالكش دعوه انت بالكلام ده، وسبق وحذرتك اكتر من مره، لانه حذرني وهو في السجن ان انا اروح امن الدوله مثلا اسال عنه او اجيب تصريح بالزياره او الكلام ده كله. قال لي الناس دي هتجيبك وتقعد تتحقق معاك وتحاول ان هي تجندك وتعملك تجيب لهم اخبار وكلام مش بتاعنا، فما ابعد عن الناس دي بالمره. فاكد عليا ان انا ما اروحش معاهم. قال لي اول مره اخويا يزعق فيا، فوجئت بيه بيقول لي اللي بقوله لك اسمعه، لو جم قالوا لك تعالى معانا قول لهم لا اقعدوا وانا هجيبه لكم لو تحت الارض، اتصل بيا وما لكش دعوه في اي وقت وفي اي مكان. قلت له ماشي. تاني يوم اللي هو يوم 4 في الشهر الظهر، جت اتصال تليفوني في البيت، ردت والدتي. هما طبعا كان معاهم تليفون المنزل بتاع والدتي. ردت والدتي قالوا السلام عليكم مين؟ قال لها انا حسام الشناوي ضابط امن الدوله. قالت له نعم. قال لها عايز السيد دلوقتي. قالت له والله السيد مش موجود، لما يجي هقول له. قال لها طب النهارده بالليل يجيني الساعه 9، وما جاش هو عارف هنيجي نعمله في ايه، لازم يجي. قالت له هو من امتى السيد انتوا بعتوا له وما جاش؟ امي خافت، امي ست مسنه عندها 70 سنه. قالت له حاضر وقفلت. اتصلت بالسيد، جه يا امي في ايه؟ قالت له يا ابني امن الدوله. طبعا هي اول مره امي اغمى عليها، اول مره لما جم قبضوا عليهم البيت اغمى عليها وعضوا عليها داسوا عليها وهم طالعين. والله ان هذا الكلام حصل. فطبعا امي كانت خايفه جدا وهو خايف عليها. قال لها امي ما تقلقيش، حاول يطمنها ما تقلقيش، ده ما فيش حاجه، ده هم بس عايزيني في كلمتين. طب بص انا هكلم الضابط قدام منك. مسك التليفون وكلم. ايوه احسن بيه، انا السيد. قال له سيد تيجي لنا النهارده الساعه 9. قال له لا انا مش هاجي الساعه 9، انا هاجي لك الساعه 10. السلام عليكم. وعليكم السلام. وقفل السكه وقعد مع والدتي، كان ابنه تعبان كشف عليه وقعد لغايه ما انا ما جيت من الشغل. ايه؟ قال لي بص مباحث امن الدوله بعتت لي وانا هروح بالليل، وخلي بالك من والدتك ومعاك بلال اهو والدته، وان شاء الله هما بس كلمتين وهرجع وما تقلقش، بيطمني. ودي يعني عادته. فانا كنت طبعا مش مرتاح من الكلام، لان انا عارف ان اخويا ما بيقولش اللي جوه منه. ايا كان اللي بيحصل معاه، حتى التعذيب اللي حصل معاه في 2006 ما قالهوليش، انا عرفته من ناس تانية.
قالوا لي اه كنا بنتكهرب وكنا بننام على جنب واحد بالاسبوع وكنا بنصلي في دايره وكنا بننام في مكان الحمامات وكنا بنتعلق من رجلينا تعذيب. طبعا هم مسمينا السلخانه، مدينه نصر هنا دي السلخانه. وطبعا قالوا لي احنا كنا بنتغمى وطريقه اكل مش انسانيه وطريقه هم يقدروا يشرحوها اكتر مني لان مهما اوصفها مش هقدر اوصفها. المهم قال لي طب بص انا ورايا مشوار هعمله واجي بسرعه. قلت له طب انت ليه قلت للظابط انت هتجيله 10 ما رحتش 9؟ عشان لو هياخد منك كلمتين بسرعه ويرجع. قال لي لا عندي ورايا مشوار ما يتاجلش لازم اروح. المشوار اللي ما يتاجلش اللي لازم يروحه ده انا ما كنتش اعرفه، لان السيد اي طريق خير بيمشي فيه ما بيقولش عليه لاي حد ايا كان هو، حتى لو ماشي معاه في الطريق ما بيقولوش انا رايح اعمل كذا. السيد كان ملزم كل شهر بلبن اطفال رضع، كانوا بيرضعوا رضاعه مش طبيعيه، فكان حاله اهلهم غير ميسوره، فكان هو ملزم هو ومجموعه من اهل الخير ان اللبن ده لازم يوصل كل شهر للاطفال دي. فهو طبعا عشان عارف ان الناس دي ممكن تاخده تحجزه لغايه بعد العيد او تاخده تعذبه او تسجنه او، فحب ان هو يخلص الدين اللي في رقبته للاطفال دي الاول قبل ما يروح. جاب اللبن ووداه للناس ورجع البيت صلى معانا العشاء امام وقال انا هنزل. فتح الباب وخد ابنه، كان تعبان اليوم ده شويه بلال، خده ابنه ونزل. شيء الهي كده حسيت ان انا لازم اشوفه تاني بعد ما نزل. طلعت اجري وقفت في البلكونه، ابو بلال عامل ايه انت كويس ما تقلقش؟ قال انا مش قلقان، المهم خلي بالك من والدتك ومن ابن ومن بلال وانا كويس وكده. ودي مش عادتي يعني، احنا بنسلم على بعض وبيقفل الباب، احنا ساكنين في الدور الاول، سلم على بعض وبيقفل الباب وينزل. بس انا كان زي ما يكون حاسس ان مش هشوفه تاني يعني. بس بعتوا له راح ودى عياله عند حماته، مسك بلال وقال له انا عايزك تبقى راجل وتاخد بالك من والدتك. قال لي زوجته بنت الناس انا سايب لكم الكتاب والسنه مسكوا بيهم لغايه ما ربنا يقدر الشيء، ما تقلقوش عليا وربنا المستعان وسلام عليكم ومشي. راح شقته غير هدومه وخد بطانيه ونزل. في طريقه قابل واحد اخوه كان اتمسك قبل السيد، كانوا راحوا خدوه من البيت، اسمه احمد حسن الملواني. قابل اخوه خالد قال له السيد راح فين؟ قال له راح امن الدوله. قال له واخد بطانيه معاك ليه؟ قال له الناس دي مش هتسيبني، ما بتسيبناش وممكن ينيمونا على الارض ومعامله وحشه، فهلاقي بطانيه نام عليها انا والناس وكده، وما تقلقش هطمنك على اخوك وما تقلقش احمد ان شاء الله بخير وكده. قال له احنا كلمنا حسام الشناوي وكلمنا علاء زيدان، ومره يقولوا لنا احنا في مديريه الامن القديمه، ومره يقولوا لنا لا احنا في اجازه، ومره يقولوا لنا طب ما تقلقوش، ومره يقولوا لنا احنا في ماموريه. المهم ركبه وراح امن الدوله. تاني يوم حسيت يعني بدات من بعد الظهر احس بتوتر، احس ان في حاجه. انا طبعا ما كنتش اعرف ايه اللي بيدور. في الليلة دي بالليل الساعة 2 بالليل جاني تليفون، اللي هو يوم 4 يوم ما راح لهم، جاني تليفون من جيرانه في العمارة، قالوا إن مباحث أمن الدولة جت هنا ومعاهم أخوك وفتشوا الشقة وكسروا محتوياتها، والشقة في الوقت الحالي مفتوحة، وكانوا مكلبشين أخوك وقاعد على الأرض، وقابل ومسكوا في شاب صغير ساكن فوق منه، أنت رايح فين وجاي منين؟ قال لهم مالكمش دعوه بيه، ده واحد ساكن سيبوه يطلع، شاب صغير في السن ما جابش مثلا 20 سنه او حاجه. فقلت لهم طب ربنا يجازيكم خير بس اقفلوا الباب عشان ايه ما تفضلش الشقه مفتوحه. رحت تاني يوم طبعا منظر الشقه مش شقه، لو فيها حرب مش هيبقى بالوضع ده. خدوا الهارد، خدوا هدوم، خدوا اوراق، كسروا الازاز، يعني كسروا العفش، كسروا كل حاجه، يعني خلوا الشقة مش منظر شقة طبيعية. فرحت أسأل أحمد حسن، أسأل أخوه، قلت له ما تعرفش حاجة عن أخوك أو السيد؟ كان في حدود الساعة 8 9 كده، أعصابي بقى مشدودة وحاسس إن في حاجة وقلقان، حاسس بألم في جسمي بس مش لاقي له سبب. قال لي السيد عدى عليا امبارح ومعاه بطانية وقال لي إن هو رايح أمن الدولة.
ما تقلقش ان شاء الله خير وكده. قلت له انت بتصبرني ولا بتصبر نفسك؟ اخوك اخباره ايه؟ قال لي برضه ما اعرفش عنه حاجه بقى 4 ايام. الكلام ده كان يوم 5/1 بالليل، الساعه 2 بالليل، والدتي التليفون رن، والدتي ردت قال لي انا الدكتور احمد زقيلح، مستوصف زقيلح في اللبان، السيد موجود عندنا هنا بس جه عنده هبوط وتعبان شويه، وياريت ايه، هو عايز اخوه، يا ريت تجي له. فامي طبعا انا مش نايم، انا صح، فبتكلمي مين؟ قالت الدكتور بيقول كذا كذا كذا. قلت لها طب خلاص اقفل السجن يا ابني، انزل شوف اخوك. قلت لها حاجه، هو منبه عليا ان انا ما اجريش ورا التليفونات، هم تلاقيهم بيحققوا معاه وبيحاولوا، ده كلامه ليا، قال لي ممكن يكونوا بيحققوا وبيضغطوا عليا بيكم. السيد كان عنيد، كان عنيد جدا في الحق، كان عنده ثبات، يعني انا اتمنى ان اكون جزء صغير منه. كان في كلمه الحق اقسم بالله لو على رقبته هيقولها، كانش بيخاف بالذات من امن الدوله، يعني لما يكون عارف ان ناس جايه له البيت او ناس بعتاله وقاعد مستنيهم بقلب جامد، حاولش يهرب، حاولش يجري، مع ان في استطاعته دي ناس تصل بيه بالتليفون ممكن ما يروحش، كانش بيخاف منه، بالعكس كان بيقول لي دي ناس مجرمين. المهم ان هو راح، فوجئت طبعا بالتليفون، اتصلوا بيا تاني، قلت له انت مين؟ قال انا فلان الفلاني احمد زقيلح، مستوصف زقيلح، اخوك تعبان شويه وطالبك وكده. قلت له طب خلاص ماشي اقفل انا جاي، وقفلت وما نزلتش، على اساس ان هي ان الموضوع كله امن الدوله بتحاول ان هي تضايقنا او العيب من العيبه اللي هو شرحها لي. يعني الساعه 6 الصبح لقيت جرس الباب بيرن، انا لابس ونازل شغلي، فوجئت بواحد شاب واقف قدام مني، قال انا جاي لك من مستوصف زقيلح. قلت له بطاقتك؟ زقيلح زقيلح. قلت له وريني بطاقتك، مسكت بطاقته لقيته مكتوب فيها طالب، منظره امين شرطه، المنظر الطبيعي ليه امين شرطه. قلت له طب عموما مع الرسول الى البلاغ، انت بلغت؟ قال لا لازم تنزل معايا. قلت له لا لازم، دي مش بتاعتك، انت بلغت وتاخد بعضك وتنزل. فهو واقف معايا معاه تليفون صيني سماعته عاليه، انا سامعه بيكلم، ايوه انا مع اخوه هنا دلوقتي، وقال لي مش نازل معاك، انا جاي وراك وكده. طب خلاص ماشي حاضر انا جاي. المكالمه انا سامع صوت القطر، القطر قريب مني، محطه القطر قريبه مني، فانا فهمت اللي هو بيكلمه ده موجود في الشارع. فاتصلت بناس عندها محل في الشارع بتسهر، يا جماعه في ايه عندكم؟ قالوا والله من الساعه 2 امن الدوله ومباحث اسم الرمل تاني اللي هو وائل الكومي وظباط من مديريه الامن وعربيات امن مركزي وبيسالوا على عنوانكم، واحنا ما رضيناش ندير لهم عشان عارفين ان هم بيجروا بيسعوا على السيد. قلت لهم يا جماعه ده هم قبضوا على السيد، عايزين ايه تاني؟ السيد راح لهم. قالوا مش عارفين ابراهيم، حاول ما تقعدش في البيت وكده عشان هم 100% هيوصلوا للبيت ويجوا لك. طبعا والدتي خافت، لا لازم تنزل شغلك، لا ابعد عن البيت عشان لو جم ما يبقوش خدوكوا انتوا الاثنين. قلت لها خلاص انا هنزل ومع بعض بالتليفون هتابعك. حاضر. المهم ان هو كان مخطط ان انا انزل من بيتي الساعه 2 بالليل، كان السيد طبعا متوفي من الساعه 10، كان مخطط ان انا انزل من بيتي الساعه 2 ياخدوني بالاكراه من غير ما اشوف اخويا ويتدفن في السر بوضعه اللي هو كان عليه. اللي حصل ان رحت شفته ورفضنا استلام الجثه والنيابه نظره الجثه وكتبت اللي فيها. بشكر طبعا نيابه اسكندريه، بشكر حازم بيه زهران لانه اثبت اللي كان موجود في اخويا، والتقرير الطبي الشرعي تقرير المستوصف ما كانش اثبته الجروح طبعا والكدمات والكهرباء والتقطيع اللي في جسمه والكلام ده كله. المهم ان طلعت من النيابة، على شفت اخويا بالعافية طبعا، ما كانوش عايزين نشوفه، رحنا كوم الدكة، بدأت تغوط بقى تيجي علينا، مديرية الامن موجودة كلها من اول مدير الامن ومساعد مدير الامن والامن العام وظباط امن الدولة كلهم، العميد يحيى حجاج، حسين بلال، هيثم مكاوي، حسام الشناوي، علاء زيدان، كل ده كان موجود
بدأت تتجمع الأهل، الناس سمعت، بدأت الناس تتجمع. طب جه خالد شلبي قال لي أنت عايز إيه؟ قلت له أنا هدفن أخويا بكرة بعد صلاة الجمعة في مسجد نور الإسلام. العميد خالد شلبي رئيس مباحث اسكندرية قال لي طب خلاص مفيش مشاكل، بس الناس تمشي، ملوش لازمة التجمهر ده وكده. بدأوا يمشوا الناس، وبعد ما الناس مشيت قال لي الرمة دي باللفظ الواحد، قال لي الرمة دي ما اتدفنتش الليلة دي هدفنها برضه الليلة دي غصب عنك في مدافن الصدقة، فالأحسن إنك تدفنها بإيدك عشان تلاقي مكان تقرأ عليه الفتح، لأنها كده كده مدفونة الليلة دي. طبعا البص رفضوا إن أنا أدخله، دخلت بالعافية. لما بدأت أزعق وأتعارك معاهم خد موبايلاتي الاتنين خالد شلبي وبقى واقف يستهزأ وأخويا بيتكفن. تمام، كانوا طبعا حجزوا جوز اختي وبداوا يشتموه ويمدوا ايديهم عليه، ونفس الوضع عليا، لولا بس الناس اللي كانت موجوده حوالين مننا هي اللي صادت عننا شويه الاذى. طبعا السيد طلع في موكب شرطه، فوجئت ان المنطقه اللي احنا ساكنين فيها كلها محاصره بالامن المركزي. لقيت خالد شلبي بيكلم وائل الكومي بيقول له تجيب الناس واي حد من الشيوخ اتكلم تضربوه. فوجئت بعدد من البلطجيه وائل الكومي وظباط امن الدوله كلهم، حتى الظباط اللي قتلت السيد من اسكندريه كانت موجوده، حسام الشناوي وعلاء الزان كانوا موجودين في الدفنه. تمام، بداوا يمشوا الناس ويرجعوا الناس، مش عايزين حد يوصل للدفنه. جابوا الشيخ ياسر برهام يصلي على السيد، وانا داخل التراب شايل اخويا وداخل التراب، فوجئت ان هم بيقولوا لا مش هيدفن في ترابه. التراب بتاعتنا على مسافه مثلا 100 متر من الباب، رفضوا ان السيد يدفن في ترابه وخافوا يدخلوا التراب بمعنى اصح، لان هم جبنه فهم خافوا يدخلوا التراب. مع ان انا رفضت، المنطقه اللي اتدفن فيها السيد دي احنا مولودين ومتربين فيها، قريبه جدا من التراب، والاهالي كلها كانت عايزه تعمل حاجه، مش عايزه تسكت. انا اللي رفضت لان حسيت ان الموضوع هيبقى دموي، هنبدا نضرب فيهم ويضربوا فينا وناس تسقط، وطبعا الموضوع ده مش حل. فانا طبعا رفضت، فاضطروني ان انا ادفنه في اقرب تربه من الباب، مش عايزين يدخلوا جوه التراب. فجوز اختي ليه تربه قريبه من باب الاستاذ خالد الشريف، فتحها واتدفن فيها السيد بالفعل. قالوا مفيش عزا، قلت لهم لا هاخد عزا غصب عنكم، ووقفت. بقوا يزقوا في الناس، وائل الكومي طبعا يزق في الناس والبلطجيه اللي معاه ومعاه امناء شرطه، قوه كامله كانت موجوده. فضلت الدهريه محاصره لغايه يوم الثوره بظباط امن بعساكر الامن الدوله وامناء الشرطه. ممنوع دخول او خروج حد من الشارع اللي احنا ساكنين فيه غير الناس اللي ساكنه بس، اي حد داخل يعز ممنوع. تمام، روحت تاني يوم صليت الجمعه، فوجئت وائل الكومي جه خدنا انا وجوز اختي، قعدنا في مديريه الامن كل واحد في اوضه اكتر من ساعتين. كل شويه يخش لي واحد شكل معرفوش، ده يقول لي انا امن عام، وده يقول لي انا جاي من القاهره مخصوص بسببك. جواب اعتقالي مسكته في ايدي، ماضي عليه حبيبي العدلي. فوجئت ان بيتقال لي العربيات ياما من غير نمر، احنا جايين بتكليف من القاهره، القضيه دي بالذوق بالعافيه هتخلص، احسن لكم انها تخلص، ومن الاحسن ليك انت بالذات انها تخلص، لان انت بالنسبه لنا هتحصل اخوك. دي نمره واحد. نمره اتنين، اتقال ان السيد بلال هيتقال انه مفجر الكنيسه بمساعدتك انت وجوز اختك، وقالوا لي ان الصحف القوميه هتكتب الخبر تاني يوم. تمام، بدأت ضغوط كتيرة، أنا طبعا رفضت الكلام ده كله، لغاية بعت لي وكيل النيابة يوم السبت، فأنا كنت نازل معاه. فوجئت بأمن الدولة بتقول لي لو نزلت هترجع مش هتلاقي بلال، ده يوم السبت اللي هو يوم 7، لو نزلت هترجع مش هتلاقي بلال. فطبعا كل التهديدات اللي كانوا بيقولوها ما كانتش بتشغلني، لأن أنا لما شفت أخويا في زئلة وعدته، قلت له حقك مش هيضيع لغاية آخر نقطة في دمي، ابنك امك اخواتك ومراتك في رقبتي ليوم الدين. والدتي لما سمعت، حاضر كلمتك، والدتي لما سمعت التهديدات طالت بلال، وان هم قالوا لي باللفظ الواحد لو ما تنزلتش عن القضيه هنخطف بلال وهنجيبك تسجد لنا زي ما بتسجد للي خلقك وهنذبح الطفل قدامه. لحظه والدتي ما سمعت الكلام ده، اقسم بالله ان والدتي وطت على رجل البوست، والله ان هذا حصل، والدتي وطت على رجل البوست بالفعل. خدونا النيابه وخدوا امي بالعافيه
عشان تتنازل. قلت لهم انا مش هتنازل، انا كل اللي هقوله الله اعلم. اتهامك لامن الدوله كان استنتاج، حسبنا الله ونعم الوكيل. كل ده اللي حصل. انا بتكلم بس نقطه واحده استاذنا، في الوقت الحالي القضيه فيها 5 متهمين وفي ناس غيرهم كتير متهمه، بس النيابه ما طولتش عشان الامن الوطني عامل معاهم سياسه النفس الطويل. طب احنا دلوقتي في المرحله اللي احنا فيها، في واحد محبوس واربعه طلقاء، والتهديدات مستمره لغايه الوقت الحالي. الاربعه دول قاعدين على مكاتبهم، ومنهم واحد ابن مدير امن الغربيه.